ما وقفت ولا مرة أسأل عنك، حتى أنه آخر فترة وكلم محامي يفتش عليك، بس كنا بلشنا نفقد الأمل أنه نلاقيك. الحمد لله أني نزلت على بيروت، كان لازم أعملها من زمان. ولا مرة كنت بتوقع أنه ما أقول أنت أو نديم تسامحوني أو تقبلوا أني أرجع. بتعرف كنت أطلع من وقت للتاني عالضيعة، أطلع لأطمن على نديم، ولا مرة استرجعت أقرب. كنت عطول خاف إنه يشحتني مثل ما عمل أول مرة. حلا، سبق وقلت لك نديم تغير وضعه كتير. شو يعني تغير كتير وضعه؟ نديم عامل حادث كتير كبير، داليا توفت وهو صار مشلول. الله يرحمك يا داليا. شو؟ بس هو متقبل وضعه كتير منيح وعم يشتغل على حاله حتى هالشي ما يأثر لا على نفسيته ولا على نفسية نعيم. وبدو اياك ترجع حلا، صدقيني بدو اياك ترجع، بس ما بدو اياك تفكري انه بدو اياك ترجعي لأنه هو صار مشلول أو لأنه عايزك. هيدا نديم كل عمره هالقد جبير وما بحب الضعف، بس حتى لو بده ياني ارجع لساعده، ما نحن اخوه ولازم نكون حد بعض، ما هيك؟ بلا هيك، بس احنا ما كنا حدك لما انت عزتينا. انا تركت البيت، أنا فلت بإرادتي. لو كنت عايزتكم بوقتها ما كنت تركتكم. بعدين عرفت إنه الإنسان ما بيبقى له غير أهله، هن الوحيدين يلي بحبوك عن جد ومن دون مصلحة.